حقيقة يعني منذ البداية كنت أحذر من هذا القمة وهذه المقاربة التي أعتبرها حقيقة مقاربة أمنية. كنت دائما أحذر من التبعات والعواقب التي تترتب عن هذا يعني القمع الذي يحدث في منطقة الريف، وبما في ذلك استعمال المكثف للغاز القنابل المسيلة للدموع. وبالتالي فإن كل من عماد العتابي يعتبر ضحية مباشرة لهذا القمع المعتمد في منطقة الريف، وكذلك عبد الحفيظ الحداد بطريقة غير مباشرة، على اعتبار أن المعطيات التي توصلت بها من خلال التخابر مع زوجته والتي اتصلت بي وتواصلت معها لعدة مرات قبل الإعلان بصفة رسمية عن وفاة عبد الحفيظ الحداد، كانت تؤكد بأنه وإن كان يعني يعاني من مرض الرب والذي هو مزمن، إلا أنه كان يعيش حياة عادية مع استعمال البخاخ المعروف في هذه الحالة، إلا أنه ونتيجة وأكدت بأنه قام باستنشاق الغاز المسيل للدموع ليلة دفن الشهيد عماد العتابي، بحيث هو سائق تاكسي وكان أراد أخذ قسم من الراحة، فذهب للمقهى على مستوى الملعب البلدي قرب الملعب البلدي كما صرحت في ذلك الزوجة، وتم واستعملت هناك الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، وإذا ب يعني عبد الحفيظ الحداد يستنشق الغاز المسيل للدموع. طبعا استمر في العمل، ولكن يعني بالإضافة إلى أنه السبب هو أنه كان مريض بالرب، إلا أنه مما ساقم في الأزمة والمعاناة التي يعني التي يعيشها نتيجة الرب هو استنشاقه للغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى الأدوية التي أعطيت له في المستشفى والتي لا تناسب حالته، كما أنه أعطيت له دون إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة هل يناسبه ذلك الدواء. فقد أكدت للزوجة بأنه عندما نقل مرتين إلى المستشفى يوم 10 ويوم 11 يوم الجمعة بالليل، ونتيجة استعمال ذلك الدواء كان قد توقف قلبه مؤقتا، ولدرجة أن الطبيب المشرف كان يظن بأنه قد توفي وقد أخبر بذلك الزوجة، إلا أن أحد المتمرنين المستاجر قام باتباع الطرق المعروفة في هذه الحالة، فقام بإرجاع نبض القلب إلى عبد الحفيظ الحداد رحمه الله، إلا أنه لم يتمكن من استرجاع وعيه وظل في غيبوبة إلى تاريخ الإعلان عن وفاته بصفة رسمية. وبالتالي أنا أؤكد دائما بأن هناك عماد العتابي هو ضحية للأسلوب المتبع حاليا في منطقة الريف، وكذلك عبد الحفيظ الحداد بطريقة غير مباشرة وإن كان ساهم مرض الرب. كذلك نستغرب احيانا المواقف التي تصدر والبلاغات التي تصدر عن السيد الوكيل بالحسين، فكان بالاحرى ان يبادر الى فتح التحقيق للوصول الى الحقيقه قبل ان يصدر اي بلاغ يحسم في مساله وفاه اي شخص، لان الريف يعيش واحد الوضعيه تحت وطأة القمع واستعمال الغازات المسيلة للدموع بشكل مكثف والتدخلات لتفريق المتظاهرين والمحتجين سلميا، وبالتالي من شأن هذه الممارسات أن تؤدي إلى بعض التجاوزات قد تؤدي إلى 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 إلى, إلى أضرار خطيرة تهدد حياة الأشخاص، وهذا ما نبهنا له سابقا وأكدنا أن هناك هذا الأسلوب المتبع حاليا في الريف ينطوي على نوع من الخطورة وتهديد لحياة الأشخاص، وطالبنا بالكف عن هذا الأسلوب لأن هذا الأسلوب تجاوزه الزمن، كما أنه على النيابة العامة أن تبادر إلى الكشف عن الحقيقة الكاملة ومخاطبة الرأي العام وتقديم جميع التوضيحات وتفادي ممارسات
الثمانينات والسبعينات، لان شخصيا تعرضت للتضييق لمجرد انني حصلت على بعض القرائن والادله والحجج التي من خلال التخابر مع موكلي اخ عماد العتابي. وصراحه نحن اذا قلنا نقول باننا قد وضعنا قطيعه مع ممارسات سنوات الجمر والرصاص، وخلقنا مرحله انتقاليه من خلال هيئه الانصاف والمصالحه، والان بصدد تاسيس حكومه دوله الحق والقانون، وبالتالي يجب ان نكون واضحين وان لا نخجل حتى الدوله. اجهزه الدوله يجب ان لا تخجل وان لا تتستر على بعض التجاوزات وبعض الانتهاكات التي قد تضر بصحه المواطنين وقد تهدد حياتهم احيانا، لان هذا ما تترتب عليه يعني كنتيجه مباشره لهذه الممارسات والاسلوب والمقاربه المتبعه حاليا في منطقه سريف، رغم ان الجميع يؤكد بان الحراك سلمي وقد لاحظنا ذلك منذ البدايه والمطالب معقوله، وبالتالي ليس هناك اي مبرر لهذه الممارسات المتبعه حاليا والتي تهدد حياه المواطنين وتهدد استقرار المنطقه. وشكرا.